آخرها أنه أصبح أصغر لاعب يسجل 50 هدفاً في الدوري الفرنسي خلال المواسم 45 السابقة، متجاوزاً من فعلها قبله، يانيك ستوبيرا بسن 21 وجبريل سيسي بسن 22. مبابي سجل 51 هدفاً في 88 مباراة، في نظر مدربه هو حل هجومي جاهز بصناعته للاستثناء. أنا سعيد لأننا قادرون على خلق الكثير من الفرص، ربما كان متعبا بعض الشيء، يمكننا أن نرى ذلك لأنه افتقد القليل من الدقة، لكنه شاب وهو يلعب كثيرا، ربما أكثر من اللازم في هذه المرحلة، لكنه يقوم بعمله جيدا، إنه لاعب استثنائي بجودته، فهو جيد جدا. منذ تاريخ بدايته مع النخبة في 2 ديسمبر كانون الأول من عام 2015 سجل مبابي 51 هدفاً، هدفان منها من خارج منطقة العمليات وما تبقى من داخل صندوق الحقيقة، وبين أهداف التاريخ وقع سوبر هاتريك مرة واحدة ومرتين هاتريك وستة ثنائيات، أهداف كانت أغلبها بقدمه اليمنى. مبابي لم يتدرج نحو الشهرة بل صنعها بنفسه ونال عديد الجوائز محليا وعالميا، وآخر ألقابه جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في نسختها الأولى في حفل الكرة الذهبية لفرانس فوتبول. ملخص مسيرته وصفها بيلي قولا بأن المواهب المتميزة هي التي تظهر نفسها باكرا. We'll be right back.